كنت عايز اسال دكتور احمد بخصوص التنميه المهنيه، فكره انه الطالب لازم يشتغل على نفسه طول الوقت، ده بيبتدي امتى؟ مع بدايته للسنين الدراسه في الجامعه ولا بعد الجامعه، ولا بيبتدي امتى وبيتجه ازاي؟ نرجع تاني للجولدن رول بتاعتنا، انا بتوجه يعني انا بعمل اعداد لنفسي عشان اوصل لنقطه معينه في سوق العمل. فاذا كنت انا باخد القرارات دي على اساس سليم، هبقى انا داخل من اول يوم الجامعه عارف انا هروح فين. الموضوع بسيط، انا لو بقدم على وظيفه عايزه مهندس، كل الناس اللي هتقدم خريجين كليه الهندسه، فانا ايه اللي يميزني عنهم؟ ما يميزنيش حاجه. فخلال وقت الدراسه الجامعيه ده وقت كويس قوي قوي ان انا اعمل استعداد، اعمل اعداد، انا عندي وقت فراغ كده كده بدرس، فانا اقدر اخد انترنشيبس، اروح احضر انفو سيشنز، الاقي اي فرصه معينه اعملها. ولكن عشان بس انا برضو الكلام ده في سياقه الصحيح، ده وفق الخطه اللي انا حاططها لنفسي، يعني انا عايز اروح من النقطه الف الى النقطه ب، ما اروحش اخد مثلا كورس انجليش عشان صاحبي رايح، ما اروحش اخد كورس مش عارف سي اف اي بتاعه ولا سي ام اي ولا ام بي اي، الكلام الحاجات دي كلها، بس الام بي ده بعدين، الحاجات دي كلها الناس بتروح تاخدها وبعدين علشان هي مثلا ممكن تكون ترند بشكل معين وفي الاخر او الناس كلها بتاخدها فانا هروح اخدها بالظبط، ممكن يكون مش مناسب ليا. فهي الفكره في ايه؟ الفكره طبعا 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 التنميه المهنيه دي حاجه مهمه جدا خلال سنوات الدراسه، عشان لما تتخرج من الجامعه ما تكتشفش ان انت مش ما فيش فرصه شغل، وان انت محتاج لسه تشتغل على نفسك، فبعد ما اتخرج بعد 4 سنين 5 سنين حسب كليتي، وبعدين مثلا في خدمه عسكريه او غيره، ارجع لسه ابدا من الاول وجديد، ادور على كورسز اخدها ولا 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 سوفت ويرز ولا مش عارف سيرتيفيكتس احصل عليها. لا، الكلام ده بيتم من خلال بدايات سنوات الدراسه الجامعيه، وده بيكون وفق برضه رؤيه او خطه او نقطه معينه انا عايز اوصل لها في المستقبل. فطبعا نصيحه، يعني نصيحه من القلب، ما تفوتش اي ساعه من ساعات الدراسه في الجامعه، هتحب الكلام ده لو انت زي ما قلنا عملته على اساس سليم، هتلاقي نفسك بتعمل الحاجات دي بحب، هتلاقي بتعمل انت مبسوط لان انت بتحقق نتيجه. فلما بتحقق نتيجه بتبدا تثق بنفسك، لان احنا ما بنعرفش مهاراتنا ولا امكانياتنا غير لما بنجرب. انا لو جربت حاجه وطلعت شاطر فيها وقلت الناس كلها اللي حواليا بيقول لي انت فعلا شاطر، انا باخد ثقه في نفسي، المره الثانيه بعملها افضل، المره الثالثه بعملها افضل، في وقت فراغي هلاقي نفسي مثلا بنزل كورس اونلاين بتاع مثلا تصميم، بتاع مثلا بابليك سبيكينج، بتاع مش عارف بريزنتيشن سكيلز، بتاع كذا. ليه؟ لان انا جربت فلقيت ان الدنيا تمشي. وقت ما اتخرج بقى يبقى في حاجه انافس بيها، انا ممكن اكون خريج هندسه، ممكن اكون خريج صيدله، ممكن اكون خريج تجاره، ولكن في الوقت ده هكون خريج مثلا اداره اعمال او خريج تجاره محاسبه ولا شايف ايه، بس انا ازيد شويه في ان انا عملت الحاجات دي بحب وزودت على مهاراتي. والكورسات دي يعني ممكن اضيف ان في كتير منها اونلاين مجاني بالزبط. يعني مش لازم ان انا اروح كورسات جامعة هارفارد او كده، حتى هارفارد وستانفورد والحاجات دي بقت موجودة اونلاين بالظبط، بقى الموضوع سهل. يعني انا بشوف ان الجيل اللي جاي ده عنده يعني بريفليجد، يعني او يعني محظوظ وعنده حاجات ريسورسز كتيرة اونلاين. هي دي الفكرة. الفكرة بقى ان انا يعني ايه، مش هقول لك نصايح بقى بتاعت بابا وماما ما تتفرجش على تيك توك وما مش عارف يوتيوب، لا عادي اعمل اللي انت عايزه، انا مش هنصحك اعمل اللي انت عايزه، ولكن بس خصص وقت من حياتك اعمل حاجه برودكتيف، اعمل حاجه مفيده، صح، تبني على مهاراتك وامكانياتك وشخصيتك، صح. طيب استاذه سالي، ايه المهارات الاساسيه اللي ممكن نقول عامه او جنرال ممكن الطالب يشتغل عليها، زي مثلا مهارات اللغه او يعني في لغه معينه مفروض ان هو يبقى يشتغل على نفسه عليها قبل ما يدخل الجامعه، ايه المهارات التانية اللي ممكن تمشي في اي مجال؟ يعني هو طبعا يعني زي ما انا كنت لسه بقول، فكره ان في لغات اساسيه جدا ان لازم ابقى متعلمها، اللي هو علشان اقدر ان انا اقرا الابحاث واطلع على المتغيرات العالميه. فممكن مثلا اللغه الانجليزيه، يعني هي دي من ضمن اللغات الاساسيه اللي لازم ان انا اقوي نفسي فيها، مش عشان بس ان انا ممكن اقدم بيها على، لا، علشان تقدر ان انا اذاكر كويس واطلع في المواد الدراسيه بتاعتي بشكل جيد، وان انا ابقى متميز في الجامعه. فده خطوه اولى. الخطوه الثانيه ممكن اشوف اللغات اللي هي عليها طلب في المستقبل او عليها طلب، زي ما كنت بقول، هو فكره الصين مثلا، اللغه الصينيه من اللغات اللي هي هتبقى اكثر طلبا، لان 150 مليون سائح صيني بيتحركوا. فانا لو انا مخطط ان انا اشتغل في السياحه مثلا بصوره او باخرى،
هي يعني ممكن ان انا ابتدي اقوي نفسي في اللغه الصينيه، ابتدي اقوي نفسي في بعض اللغات اللي هي الاكثر شيوعا على مستوى العالم زي الاسبانيه مثلا، فممكن بعض اللغات اللي بتبقى اكثر شيوعا ممكن ان انا ابتدي ان انا، بس هو لازم يبقى في اطار، وزي ما كان دكتور احمد كان بيتكلم اللي هو فكره ان انا ما بعملش حاجه لمجرد ان هي ترند او اللي هي اتجاه عالمي، لا هو الدراسه اللي انا بدرسها هتحاول ان هي اكون تبقى بتراكمية وبتبقى بتساعدني في ان انا اوصل لاهدافي. فالهدف الاول ان انا ابقى واسع الاطلاع، فان انا اقوي نفسي في اللغه الانجليزيه بحيث ان انا اقرا مراجع باللغه الانجليزيه بشكل جيد. المصادر المتاحه باللغه الانجليزيه طبعا اكتر بكتير من اللغه العربيه، فيعني من الاحسن ان انا يكون عندي بيز قوي في الانجليزي، ان انا يبقى بقدر ان انا يعني انافس بيه بشكل قوي واحسن بيه درجاتي. الجزء الاخر ان انا اشوف المجال بتاعي والتخصص بتاعي ايه التطور وايه الهدف بتاعي في المستقبل اللي انا اقدر ان انا يعني اركز فيه على اللغات. ده مثلا من جانب اللغه. في بقى مهارات اخرى، سواء المهارات الحياتيه دي مهمه جدا، فكره المهارات التحدث ومهارات الكتابه وسوفت سكيلز اللي هو اللي لازم يعني كلنا نبقى عندنا ولو حتى قدر ضئيل، ان انا اقدر ان انا يعني اوضح فيها مهاراتي الاخرى بشكل جيد. فكرة البرزنتيشن سكيلز اللي هي مهارات العرض والتقديم، ان انا ممكن اكون عامل دراسة جيدة جدا 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 بس ما بقدرش ان انا اعرضها قدام الحضور بشكل جيد. فده يعني دي مهارات لازم ان انا برضو ابقى مكتسبها، وممكن اكتسبها خلال مرحلة الدراسة الجامعية بشكل تتابعي وبشكل كبير. وفعلا في اشياء كتير جدا يعني بقت دلوقتي متاحة مجانا وممكن ان انا استعين فيها حتى بالدراسة الذاتية بالانترنت، وان انا ممكن أدرس ذاتي إن أنا من خلال تنزيل كورسات أونلاين، فده ممكن يبقى متاح الفترة الجاية بشكل كبير. تمام. طيب لو عندكم أي استفسارات تانية ياريت تكتبوا لنا، إحنا متهيألي إن إحنا أجبنا على تساؤلات كتيرة بتكون في عقل الأهالي وأبنائهم في الوقت الحرج اللي إحنا فيه ده. أنا بشكر ضيوفنا جدا على وقتهم وعلى إضافاتهم، وأتمنى أن احنا نكون أضفنا للمستمعين. ميرسي جدا ليكم.